سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم المرأة المسلمة. برحب أيضا بكل مشاهدينا على صفحات قناة الحياة على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب مباشر. أنا النهاردة سعيدة أني أكون معاكم مرة تانية، بنلتقي بضيوف كانوا معانا من حلقتين كده. النهاردة الحلقة تخص بشكل مباشر حياة اللاجئين والمهاجرين حول العالم. عنوان الحلقة هو اللاجئون والحماية الإلهية. سمعنا كتير جدا عن قصص اللاجئين من أول ما ابتدت الهجرة والهروب والطرد من بلادهم، من سوريا والعراق والمنطقة دي كلها. الحقيقة سمعنا كتير قصص ومآسي ناس يعني قدروا يخرجوا، وسمعنا كتير قصص ومآسي ناس ما قدروش. شفنا ألام الكثيرين اللي طلعوا في مراكب راكبين فوق بعضهم، ومنهم اللي فقدوا، ومنهم اللي الأم فضلت والابن راح، أو الابن راح والأم والأب فضلوا، أو يعني مآسي ومعاناة كثيرة. كان اللي وراها الدولة الإسلامية بكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل أطيافها، النزاعات الإسلامية بكل ألوانها وأشكالها وأطيافها سببت الألام لكل هؤلاء. اتكلمنا كتير عن معاناة الناس اللي لسه موجودين في المخيمات، اتكلمنا كتير عن معاناة الأطفال اللي ليس هناك من يرعاهم في مخيمات ودور أيتام، محدش عايز ياخدهم لأنهم نتاج الدولة الإسلامية. الكثير والكثير من بقايا الحروب والاضطهادات اللي حصلت على الناس دي بسبب الدولة الإسلامية والفكر الإسلامي عامة في هذه المنطقة ونتائجه. لكن النهاردة بالرغم من المعاناة اللي ضيوف يعانوها في مرحلة انتقالهم وهجرتهم، إلا أنه اللي كان واضح فيها حماية ورعاية الله ليهم. وأنا النهاردة عايزة أديكم رجاء للي في نص الطريق، للي لسه بيفكر، للي مضطر انه يمشي، للي لسه منتظر انه يسمع حاجة عن الهجرة. الله عنده خطة ليك، وزي ما عمل في حياة ضيوفي اللي هقدمه لكم دلوقتي هيكون بيعمل في حياتك لو انت طلبت منه النهاردة. احنا مش بنقدم قصة وحدوتة زي ما بقول لكم كل مرة، احنا بنتكلم عن اعمال الله الصالحة العظيمة اللي بتغير حياتك وحياتي وحياة الكثيرين حولنا. في الحلقة اللي قبل الماضية اتكلمنا مع الاخ نورس والاخت غزلان، حكولنا قصة حياتهم، ازاي نورس عرف المسيح وهو في بلده سوريا، وإزاي أنه بعد كده تقابل هو والأخت غزلان، وهي كمان غزلان عرفت المسيح عن طريق نورس وعن طريق أخوه. قصة حياة الاتنين في البداية بعيد عن بعض وإزاي ربنا حطهم مع بعض كانت قصة جميلة ورائعة جدا، وأتمنى أنكم تروحوا ترجعوا تشاهدوا الحلقة مرة أخرى. خلينا نرحب بيهم وبعدين هم كمان يحكوا لنا بقى من دلوقتي اللي حصل. أهلا بيكم غزلان ونورس، نورتوني مرة تانية. سلام المسيح أختي أماني، الشرف لنا. ربنا يبارككم حبايبي، احنا اتمتعنا بيكم في الحلقة اللي فاتت، كلمتونا ازاي ربنا غير قلوبكم. لكن في المرحلة دي انا شايفة من اللي سمعته منكم الله غير حياتكم بشكل كامل، وراكم في طول الطريق تعاملات ايديه، نجاكم من مخاطر كتيرة لأنكم اخترتم أنكم تتبعوا وتتبعوا فقط. فإحنا وقفنا في المرة اللي فاتت أنه أنتوا ابتديتوا تحضروا الكنيسة مع بعض بعد إيمان غزلان. أروح لك يا نورس، أنت أولا قولي إحساسك بأنه غزلان مراتك كمان بقت مؤمنة، وإيه الخطوة اللي حصلت بعد كده؟ أهلا وسهلا فيك أخت أماني. أخت أماني، نحن بعد ما
بعد ما آمنت مرتي وكنا كثير مبسوطين صرنا نروح على الكنيسة. بيوم من الأيام أنا طالع من الكنيسة أنا ومرتي، وبيقوم حدا بيشوفني من عيلتي، بقى بيروح بيخبر العيلة كلها والمقربين مني. أي بيقوموا نحن رجعنا على البيت طبيعي ونحن مو عارفانين انه شافونا وقعدنا وكله تمام. بيوم ما بنلاقي الا بيندق الباب علينا، بنفتح الباب بنشوف اهلنا، بنشوف المقربين منا، يعني ما شفنا انه حدا غريب. واذ بنتفاجئ انه سحبوا علي، هن كانوا عددهم اربعه، سحبوا علي السكين وبدهم يذبحوني. أربع رجالة من عيلتك؟ أربعة من واو. ومن عيلتي المقربين، يعني مو إنه حدا كثير بعيد. فاتوا لعنا على البيت وكمشوا السكين بدهم يحطوها على رقبتي بدهم يذبحوني. وكانوا أولادي صغار وكنت موجود بس أنا وماما ومرتي غزلان. طب كانوا عايزين يذبحوك ليه؟ بيقولوا ايه وهم داخلين يعني؟ يعني انت بتفتح الباب عيلتك قصادك. ما خليني اسألك مثلا يا غزلان، انت اما فتحتي الباب ولقيتيهم حسيتي بإيه؟ يعني انا فاتحه الباب اختي اماني، انه انا فاتحه لاهلي وناسي يعني عيلة زوجي هدول، يعني بلبس السلامة بدي استقبلهم ليفوتوا الضيوف عنا، بس للأسف يعني تفاجأت إنه يعني مثل حدا وحوش يعني فايتين عليكي ودفشوني وفاتوا عند زوجي يعني متقصدينه هو يعني. قالوا لك ايه فصعب وقتها؟ يعني، اكيد. صعب كثير إنهم أقرب المقربين لإلك يعني، مو شخص بعيد يعني تقولي هذا شخص بعيد، بس انه هني الاهل والاقراب يعني كتير. وده كتير بيحصل في حياة العابرين، تلاقي الأقرب الناس ليك هم اللي يبتدوا الهجوم الأول. كانوا داخلين يقولوا إيه يا نورس؟ يعني إيه واخد داخل حاطط سكينة على رقبتك عشان إيه؟ في أماني هو حاطط السكين برقبتي إنه أنا ذنبي، إنه أنا أخذت عيلتي كلها، خليتهم يتخلوا عن الإسلام، خليتهم صاروا يقولوا انت مرتد، انت مصيبتك اكثر من اي مصيبه، انت اخذت عيله باكملها، انت نحن بدنا نحرمك من اولادك، نحن بدنا نحرمك من حياتك، انت بتستاهل القتل. انت عم اخت اماني هون يعني انا كنت شايف حالي انه خلص رح يصلي شيء يعني، بس هون ربنا اتدخل بقلب أمي، اتدخل بحنية ماما. ماما وقفت بوشهم ومنعتهم عني، مع أنه أنا سبق هذا الشيء ما شفته بماما. يعني أنت قلت إن والدتك كانت واقفة بشكل مباشر ضد أخوك اللي آمن برضو وطردوه من البيت، فيعني إيه اللي غير والدتك؟ أخت أماني هو كانت واقفة حتى بوشي، حتى بوش أخي، بس هو اللي صار إنه ربنا اللي يخلصني تدخل يعني تدخل بأمي، بعواطف أمي، خلت أمي حنيتها هي اللي توقف وتبعدهم عني. يعني هون كان ربنا خلصني بهي الطريقة منهم. يعني في الوقت ده، يعني انا معلش واقفه عند الحته دي شويه، لانه في وقت هجوم مباشر زي كده الانسان بيقف بيقول طب انا هفقد حياتي، يعني انا لسه عندي بيبي جديد وعندي عيله ولسه متجوز وانا خلاص هفقد حياتي. في الوقت ده هل فكرت انك تقول لهم لا 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 طب مثلا خلاص، او كلمت ربنا، سألت ربنا؟ أخت أماني أنا هون كان كل وقتي عم صلي وعم بطلب الرب يخلصني، عم أقول له يا رب أنا مالي غيرك تخلصني، أمين يا يسوع نحن أولادك، أنا أمين. شوف شو عم يصير فيني. أمين. كتر خير الله، كان يعني ربنا معي بكل خطوة وهو خلصني يعني من بين إيديهم. إنه ماما إجت تعرضت لهم، وهي ماما إنه ما كنت متوقع منه هذا الشيء يصير يعني، أيوة. بس هو بالنهاية عمل الرب هو اللي نجاني.
فده خلاكم بقى تبتدوا تفكروا انكم تسيبوا البلد، مش كده؟ هون صرنا نفكر انه انا نسافر يعني، بس انا كان ما فيني اني سافر انا وعيلتي سوا، لانه مرتي كانت حبلي وهون كان جايتني البنت الثالثه، وهن اولادي. نحن لما كل ما بتجيني بنت جديده او صبي او شيء بنروح بنعمل له جنسيه مغربيه، لانه مرتي بتحمل الجنسيه المغربيه، وانا بما انه حامل الجنسيه السوريه كنت مجبور اطلع تهريب يعني. بقى طلعت انا تهريب على طيب ادلب. خليني عايزين اسالك، يعني انتوا عارفين قصص الهروب بتختلف من وقت لوقت، قصه هروبي كان شكلها مختلف تماما عن قصه هروبكم. يعني اللي بنسمعه النهارده عن انه الناس لازم يخرجوا هربانين من بلادهم بطريقه غير قانونيه، ده شكله ايه؟ يعني ازاي بتلاقوا الناس وبتعملوا كده ازاي؟ ولازم تدفع فلوس كتير؟ الناس دول شكلهم ناس عادية ولا زي المجرمين، ولا يعني ايه بالظبط؟ أخت أماني، أنا اللي صار معي إني أنا يعني كنت عم بدي أهرب من بدي أهرب من البلد من أهلي، هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية إني أنا انطلبت على الجيش، طلبوني لخدمة الاحتياط يعني. هون صار عندي مشكلة كبيرة، إنه حتى الهروب من البلد بيكون كثير صعب. بقى هون بيكون في حدا بيتعامل مع بيشتغل بيهرب البشر يعني، الاتجار بالناس، هو اللي بيشتغلوا بتهريب الناس، بيقبضوا مبالغ. طلبوا مني مبلغ انهم يطلعوني يهربوني من دمشق لادلب مشان اطلع على تركيا، يعني ما في طريق على تركيا الا من ادلب. تفضل. بقى هنن اجوا اخذوني وانا كنت مطلوب عند النظام يعني، كان الحواجز اللي بدي اقطعها كان كثير صعب اني اقطعها، بس هن كانوا شارين الطريق ومزبطين امورهم. في الوقت ده كان المنطقة اللي انتوا فيها كان بيحكمها جبهة النصرة ولا كان لا داعش؟ نحن لا نحن المكان اللي نحن فيه بيحكمه النظام الاسد، اوكي بس المنطقة اللي أنا رايح لها بيحكمها جبهة النصرة يلي هي إدلب. اوكي فحصل ايه بقى من خروجك من مكانك اللي انت فيه في نظام الاسد تبقى تحت ايد جبهة النصرة؟ أخت أماني، أنا لما طلعت وصلت، أول ما وصلت على إدلب أنا كنت كثير مبسوط إني طلعت وقدرت أهرب من النظام وقدرت أهرب من أهلي. بس وصلت لهنيك تفاجأت، اللي صدمني يعني واللي فاجأني اني كنت راكب بالسيرفيس يعني، رايح من مكان لمكان بإدلب، هو المكان هي ضيعة بدي اطلع منها على تركيا يعني. أي بقى هون بيوقفنا حاجز بيطلب هويات كل الموجودين بالسيرفيس، وهن كانوا ملتمين. انا كنت ما بعرف انه هن هدول جبهة النصرة. أوكي وكنت تعرف حاجة عن جبهة النصرة في الوقت ده؟ كنت بعرف انه جبهة النصرة هي مثل داعش، وكنت احضرها على الاخبار يعني. انا كنت ما كنت متخيل بحياتي اني اشوفهم يعني. اي اخذوا الهويات، قام ما لقيت الا اجوا ثلاثة فتحوا باب الميكرو ونزلوني منه للفان وفوتوني لعندهم، وانا ماني عارفان شو صاير معي. حطوني بغرفه، اخذوا تليفوني واخذوا اغراضي واخذوا كل شيء مني، حطوني بغرفه صرت اسمع اصواتهم بس، وكانوا عم يحكوا بالفصحى، وشيء اسمه ابو بكر وشيء اسمه ابو اسلام وشيء اسماء غريبه يعني. واللي كان مو ملتم بوشه كان دقنه معبيه كل وشه يعني، كان اشكالهم كثير كثير فظيعه. هل هم يعني اختاروك انت لوحدك ولا كان في ناس تانيين؟ كان ده الطبيعي اللي بيعملوه، ياخدوا مجموعات من الناس ويحطوهم في السجن؟ أخت أماني، هي لا ما كان، كان هذا الشيء بس لإلي، لأني أنا كانت الهوية تبعي مكتوبة عليها دمشق،
واللي بيكون مكتوب على هويته دمشق معناتها هذا بيكون من جاي من عند النظام. الأعداء أيوة فلازم الأعداء. تنكر النظام والكلام ده كله. بقى لازم إن بقى نزلوني قعدوني بغرفة شي ساعة، بعدين فوتوني ليحققوا معي إنه أنا من وين، من الشام، وكيف جاي وليش اجيت. وانا صرت اقول لهم اني انا انطلبت للجيش وانا ما بدي اخدم وبدي اسافر على تركيا. بس انا اماني كان الخوف بقلبي كثير خايف، وكنت الخوف الاكبر انه يفتحوا تليفوني، لانه كان تليفوني واغراضي معهم. ليه كنت وكان خايف التليفون انهم يفتحوا تليفونك؟ أماني، أنا بتليفوني في صور المسيح، في الكتاب المقدس أنا محمله بالتليفون. بقى إنه هن لو فتحوا التليفون وشافوا هذا الشيء ما لح خلص دغري على القتل أماني، يا لأنه هذا الموضوع عندهم إثبات إنك خلص. مرتد. أنا لا، هن مجرد ما عرفوني إني أنا مسيحي، يعني ما بيقولوا إنه ما لسه ما عرفوا إني أنا تارك ديني ومغير، أيوه مجرد ما عرفوني مسيحي معناتها أنا نصراني، فورا بيذبحوني يعني بالساحة فورا قدام كون عبرة لكل الناس. أيوه فأنا هون الخوف والرعبة، وصرت أصلي وأبكي وأطلب الرب إنه يخلصني. واخت اماني صار معي شيء هذاك اليوم، شيء يعني قد ما بوصف لك اياه ما رح اقدر اوصف لك اياه، لا لانه كانوا كثير عم يحاكوني بطريقه بتخوف، وكثير عم اشكالهم بتخوف. وبلمحة بيرد تليفون واحد من بيناتهم، بيقوم بيحكي هو وياهم، وقوموا بيعطوني هويتي واغراضي وبيقولوا لي روح. هن راحوا بسرعه، تركوا المكان وراحوا. واو، يعني ربنا سبب ان هم يجي لهم رسالة ان هم لازم يمشوا بسرعة فخلصوا منك. أخت أماني ما في غير هيك، يعني ما في غير الرب هو اللي خلصني، إنه نشكر الرب. بالطريقة اللي هو اختارها، كيف صار إنه خلاهم يلتهوا بشيء بعدهم عني. يعني ربنا كان حاميني بهذا اليوم، بس هذا اليوم كان جدا مخيف. شعورك كان أكثر ايه وانت يعني بين ايدين الناس دي ومفيش قدامك اي حاجة تعملها، كان شعورك ايه؟ أخت أماني هو شعور خوف كتير، شعور إنك أنت خلص، يعني هلأ خسرت كل العالم، خسرت أهلك، خسرت أولادك، خسرت شوفة مرتك، خلص يعني انتهت حياتك. يعني إذا هن ما عندهم مشكلة يذبحوني بأي أصلا بيتسارعوا على قتلي، يعني بصير الشاطر اللي بيقتلني قبل. طيب وبعدين ازاي بقى خرجت من المنطقة دي؟ انت اتنقلت من انك خرجت من بين ايديهم على متجه للحدود. لما عطوني تليفوني واغراضي وتركوني، انا طلعت من المكان اللي انا فيه، انا ما بعرف انا وين، بس كان تليفوني فيه وشحن، دقيت للي ناطرني اللي هو مهرب، هو اللي بيهربني من على تركيا، يعني من المكان اللي انا فيه. أيوة اجى اخذني ولعنده، فوتني على غرفة لقيت فيها شيء 20 مرة و30 رجال و30 ولد، على بيت صغير مليان عائلات ومليان أطفال ومليان شباب، كلهم بدهم يطلعوا على تركيا. وده يعني كان بيت المهرب. هذا بيت المهرب. اوكي طيب، يعني ايه التعليمات بقى اللي اداها لكم، وازاي كان شكل رحلة الهروب دي؟ أخت أماني هو أعطانا تعليمات إنه نحن بدنا نمشي مدة 3 ساعات لنصل للجدار الفاصل بين سوريا وتركيا. وهو هذا الجدار جدار عاملينه ارتفاعه 8 أمتار، وهو آخذنا من منطقة بده يمرقنا فيها، بيكون هو مجهز السلم هنيك مشان نطلع من فوق الجدار وننط على الجنب الثاني مشان نقدر نهرب.
انت بتتكلم على عدد كبير من الناس، سلم واحد مثلا، سلم حبال ولا حاجة زي كده؟ لا لا، سلم واحد هو سلم خشب اي كان هو مخبيه هنيك بين الشجر، كرامة كل ما بده يطلع حدا لهنيك يحط الجدار ويفك التيل، في تيل شريط شائك بفكه وبيصير يمرقوا منه. واو بس كانت كل ما جربت أكثر من محاولة إنه نقدر نطلع الجدار ما كنا نقدر، لأنه كان نحن معنا أطفال ومعنا عيال كثير، وكانت الأطفال كل شوي أهلها يشربوها منوم ويشربوها أدوية مشان تضل نايمة وتضل هادية، واو لأنه الصوت كان إذا طلع دغري بيكشفونا إنه نحن بدنا ننط، بيجوا بيكمشونا أو بيصيروا يقوصوا علينا. يعني أنا أخت أماني شفت بعيني أنا حدا صاب، وشفت بعيني أطفال عم تبكي، وتعذبت كثير يعني لحتى كتر خير الله مشي الحال. نشكر الله على سلامتكم، ونصلي من أجل يعني إن الله يشفي جميع الآلام دي من قلوبكم ومن قلوب الناس اللي مروا بده ولسه بيمروا بده. أنت بتقول إنك شفت ناس ماتوا معاك، يعني أنت قلت لي إنه كان في ضرب رصاص عليكم وأنتوا على السور. نحن كان يقولوا انه بصيروا يقوسوا هيك بالسماء بس مشان يخوفوا العالم، ايوه بس انا الحقيقه اخت اماني لما صاروا يقوسوا انبطحنا كلنا بالارض، وصار الرصاص يمرق من فوق راسنا يعني. وكان في ام كان في ام بدها تكمش ابنها، قامت انصابت بكتفها، وركضنا كلنا بنشيلها وبنصاب حدا ثاني، وكبرت القصة هنيك وما قدرنا نمرق. وبعدين ازاي خطيت بعد كده؟ بعدين أخت أماني في محاولة من بيناتهم نجحت معنا، بس كانت هو المهرب كان قايل لنا إنه 3 ساعات بس بتقطع الجدار عندك مشي شي 5 6 ساعات، بس هو كان عم يكذب علينا، هو كان عنا مشي لسه كيف ما كان نهار كامل. واو، يعني هو عداكم واللي نجي نجي واللي مشي مشي. اللي كمشوه واللي نفت نط من فوق الجدار. هو الجدار المشكلة أخت أماني إنه بس يحط لنا السلم ونطلع على الجدار، الجنب الثاني ارتفاعه 8 متر ما في سلم، بده الواحد ينط لتحت. والأطفال والأمهات، يعني الناس اللي بتنزل، يعني أوكي أخت مفهوم. أماني بصير الواحد يشوف، أنا لما كنت طالع لما يكون في مرة وراي أو مع طفل أو أي شيء، لما نط لتحت حاول إن تزت لي ابنها أو أقدر أمسكها إلها مثلا مشان نقدر نساعد بعض. من أكثر من محاولة لحتى بعدين قدرت أقطع وفوت لجوا، بس كنت على طول بتشكر ربي إنه عائلتي ما أنا معي، يعني كنت أنا على طول بقول إنه منيح اللي كنت لحالي. نشكر ربنا إنه نجاك ونجا كتير ناس معاك. خليني أسألكوا قبل ما ننتقل بقى لدخولكم إسطنبول، هل يعني خروجكم من سوريا أنتوا كنتوا مبسوطين وعايشين ومرتاحين، علاقاتكم بأهلكم حلوة، بتروحوا الكنيسة وبترجعوا قاعدين في حالكم، يعني ما كنتوش ماشيين حتى تبشروا الناس؟ انتوا قلتوا لي انه يعني انتوا كنتوا عيلة يا دوب لسه عيلة بتتبني، فكنتوا ملهيين في انكم بتبنوا نفسكم مع الرب والعيلة. هل كان كنتوا تحبوا انكم تمشوا من سوريا؟ يعني لو ما كانش حصل الهجوم من اهلك عليك بالشكل ده، كنت مشيت؟ أكيد أكيد ما كنت مشيت أخت أماني، لأني أنا كنت كتر خير الله يعني عندي شغلي، عندي بيتي، عندي حياتي، بنتي الكبيرة كانت في المدرسة، يعني مرتاح كتر خير الله، كنت مرتاح. بس هن يعني ما تركوني، يعني ما تركوني. العابر لما بيضطهد من أجل الدين، الإنسان العادي، راجل وست قبلوا المسيح، عايشين مع الرب حياة خاصة وعلاقة خاصة مع الله، ما فيش أي مشاكل يعني تضر أي حد من العيلة.
غالبا معظم العابرين لو سألناهم تحبوا تفضلوا في بلادكم هيقولوا أيوة نحب نفضل في بلادنا، عايزين نفضل قريبين من أهلنا، عايزين نفضل في بلادنا، عايزين يعني ما نطلعش ونتغرب ونتبهدل، عايزين نبقى في بلادنا بس نعيش مع المسيح. لكن غالبا الأهل والمجتمع الإسلامي هو اللي بيرفض ده بسبب الدين، بسبب إنه هناك حد الردة أو هناك العار على العيلة أو كل ده. فيعني دي لحظة أنا بس حابة إنه المجتمع الإسلامي يفكر فيها، والعائلات اللي بتسمعني النهاردة عندهم حد عابر في العيلة، اعرفوا انه دول ناس ما كانوش عايزين يضروكوا ولا اي حاجه، دول كانوا عايزين يعيشوا حياه عاديه ويباركوكوا ويتباركوا. ففكر تاني لو انت عايز تعمل كده في اولادك. طيب دلوقتي انت ربنا سبب انك قدرت تدخل تركيا، عملت ايه بعد كده عشان تجيب الاولاد ومراتك؟ وصلت على تركيا، على المدينه اللي انا رايح لها، قعدت عن شاب رفيقي اول فتره لبين ما استأجرت بيت وجهزت لهم انهم يجوا. كان مرتي بهالاثناء هي خلفت بنتي الصغيره، وكانت قدمت لها على الجواز وناطرين وقت ليطلع الجواز، وطلع الجواز واجت هي واولادي لعندي وعشنا بتركيا يعني سنتين ضلينا نحن بتركيا. طيب احنا الصور اللي شفناها، شفنا كتير صور انتوا في الاتوبيسات وفي المطارات وكده، دي صورة الكنيسة، لكن بعد كده نشوف انتي مسافرة في مطار اسطنبول مع البنات، وانا معرفش ده بقى في الرايح ولا الراجع، لكن الصور اللي بعتيها لي دي بتقول انكم اتنقلتوا كتير جدا، واحنا لسه هنعرف بقية القصة. خليني اسألك يا غزلان، شعورك كان ايه وانتي بتوصلك صور من جوزك وهو على الارض وهو مستخبي وهو بيعاني، و you know من هنا لحد ما وصلتي لانك تطلعي المطار؟ انا كنت متدمره ساعتها، بداك الوقت كنت كثير متدمره نفسيتي، وما لي ملجأ غير الرب لصلي له انه يوصل بسلام، لانه بعث لي كم صوره، يعني لابس اصلا، راحوا هذوك الصور بالتليفون، لابس هي العمامة ولابس هي الجلابية بإدلب ومثل هذول الثانيين، يعني شيء بيخوف، شيء بيرعب، وما بدقنه هذا السلك بيسموه عنا سلك هيك، هذا بلفوه سلك على راسهم. كنت متضمرة بهذاك الوقت. وشيء ثاني كان كمان أهله ما لهم تاركيني، يعني بدهم بس قيمة أنا أروح، يعني ايمتى لا انا اطلع من هنيك، وانا لسه عندي وراء، لسه عندي معاملات، لسه كثير، يعني كمان كانوا بيطردوكي عايزين تطلعي من البلد، انه بدهم اطلع ايمتى تروحي وتريحينا منك تلحقيه، وايمتى يعني كنت سمعت كثير انا الشغلات من اقرب المقربين، يعني هذا كان بيجرحني كثير طبعا. ازاي قدرتي تخرجي من ال يعني انت قلتي انك عندك اوراقك، انت مغربيه، فالمغربيه تقدر تدخل بصوره قانونيه، فده كانت يعني لوحدها حاجه هونت عليكي، لكن هل كان خروجك بالثلاث بنات لوحدك سهل؟ لا، انا عانيت كثير بالطرقات، يعني انا ركبت اول شيء قبل لما حجزت، اول شيء بنتي الصغيره بايدي وبناتي الاثنين كمان صغار، كله انا اولادي صغار، جارته ومع الاغراض يعني الثياب والشماطي. فبالمطار قبل ما تقلع بخمس دقائق طياره او اكثر شوي، لانه انا مرقت على هذول الامن العام، فاعطيتهم الجوازات وكل شيء، قام بيقول لي انه بدهم ولي الامر تبع الاولاد، الزوج، فحبستهم هيك بالمطار، وانا طيارتي رحت قريبه يعني تروح، ضليت اترجاهم بقول لهم لا انا عندي الوصيه وعندي كذا، وامه بخبرها يعني، وعم فسر لهم، وهو ما اهتم للموضوع، عم يقول لي انت مانك مسافره، بدك تسافري سافري حالك، بس هدول الاولاد لهم اب. واو. وين ابوهم؟ فانا عم اقول له
بجوز عندكم، انا ما بعرف ابوهم وين راح اصلا، ما بعرف. ما انتم طلبتوه على الخدمه، يمكن راح لعندكم على الخدمه، انا ما بعرف. وانا بدي اروح، كنت حاجزه ساعتها اخت اماني من سوريا على مصر، ومن مصر على تركيا، مع انه تركيا قريبه بس ما في طيران. اي بعدين على تركيا، وبعدين عامله حجز، هذا بيقولوا له حجز وهمي، عمل لي اياه المكتب. اي حكفي على المغرب. طيب فانا ايه اللي خلاه يعني يسيبك تطلعي؟ ايه، هو الكلام اللي بيقوله قانوني، هو محتاج ان ولي امر الاولاد يكون موجود او يبقى معاكي ورقة، يعني في ايوه استحالة انك تطلعي. ايه اللي حصل؟ صح. فانا ساعتها عم بترجع وعم ببكي، وبناتي الاثنين اللي شوي بيعرفوا، ما هديك رضيعه عندي لسه بايدي، كمان عم يبكوا. عم اقول له انا رايحه على المغرب، وبخبر يعني كل العيله يعني. فهو ساعتها راح عند الضابط، الضابط قدامنا بالمكتب الثاني، فراح عنده حكى معه، ما بعرف شو صار شو قالوا له. فقام اجى اعطاني ورقي وقال لي روحي، رحنا وطبعوا لي باخر لمحه لحقت الطياره، ده يعني ما لقيت مثل اللي بنحط فيها اغراضنا لما بنشلحه من لنروحوا على الطياره، يعني بس على السريع انا واولادي، نشكر ربنا. وبنشكر الرب. يعني هي اكيد ما حدا عم يتدخل بحياتنا، وما حدا عم يمشينا اختي اماني غير الرب، هو اللي الكتاب عم بيقول يساعدنا. كده انه الرب يحفظ دخولك ويحفظ خروجك، وهو فعلا عمل كده معاكم لانكم اولاد وحفظكم على الطريق. وصلتوا تركيا، واحكولي اول حاجة حبيتوا تعملوها ايه وانتوا في تركيا لما قعدتم مع بعض؟ احنا اول حاجة بدنا ندور على كنيسة، واحنا فرحانين انه خلص خلصنا من البلد كله، وخلص اي انه ندور على كنيسة، ونصير نروحوا على كنيسة، ونورس يشتغل والحياة. واجتمعنا رجعنا مع بعضنا، كتر خير الله. ايه نشكر الرب. دورنا على كنيسة، وصرنا نخدم نداول فيها، ونروح كل أحد، ونحضر كل قداس، ونتعلم كل الرب أكثر. وهون عرفنا المحبة أكثر، صار عنا عائلة جديدة بتركيا. مجد للرب. يعني كثير مبسوطين، بس الحقيقة ما كملت معنا، لأنه كان في كملك، شيء اسمه كملك، هوية بيعطوه إياها للسوري بتركيا. هي اجت فترة كثير عملوا حملة على السوريين، وصاروا يكمشون بدهم يرحلون على أدلب، فكان لازم يخرجوك، لو مسكوك كانوا هيخرجوك. يعني اكيد رح يرجعوني على ادلب. بادلب اللي شفته انا ما بت يعني مالي مستعد كنت ارجع اشوفه بالمره. انا عايزه اقف قبل ما تكمل لي حته انكم عايزين تخرجوا تاني من اسطنبول دي او من تركيا. عايزه انتوا حكيتوا لي كتير عن الكنيسه اللي انتوا كنتوا بتحضروا فيها، وانهم كانوا عيله واهل. الحقيقه مش دايما دي شهاده العابرين، فانا عايزه اقدم تحيه شكر ومحبه وبركه لهذه الكنيسه، ولرعاة وخدام وأهل هذه الكنيسة. أنتوا قلتوا لي أنه معظم الكنيسة دي عابرين، فأنا بشكر الرب من أجل كنيسة حية بتقدم خدمة حية، يعني من قلبي بشكركم. تحبوا أنتوا تقولوا إيه للكنيسة دي؟ أنا أختي أماني، أول شغلة لما رحت أول مشوار على الكنيسة، كانت في صديقة لي عبر الإنترنت تعرفت عليها، هي اللي بتعرف الكنيسة، وحكت معاهم وهن حكوا معنا، ورحنا لعندهم استقبلونا. فهون أنا صرت شوف الإيمان، وشوف المحبة، وشوف كل شيء بهي الكنيسة، وأنا لهلا على تواصل معاهم، نشكر وهن الرب. إخواتي وعيلتي. نشكر الرب. طيب دي حاجة جميلة، وعيلة تانية وكل شيء تاني. هو ممتاز. نورس كنت عايز تقول حاجة، تفضل. كنت بدي أقول لك أخت أماني، هن عيشونا
الحب اللي نحن فقدناه له، حسينا انه حسينا باحساس انا كنت فاقده من زمان، فاقده انه هو الحب، انه هو الاحساس اللي بتطلع بالثاني بحس ما فيه خبث، ما فيه شيء عم يفكر باي شيء تفكير بضر اي بشري. انا بطلب من الرب يوفقهم ويكون معهم بكل خطوه ويباركهم. امين امين. تفتكروا انه السنتين اللي قضيتوهم في الكنيسه دي، او يعني على قد ما فهمت ان هم سنتين، تفتكروا انه ده كان اعداد ليكم علشان تحتملوا المرحله اللي جايه؟ اكيد اكيد، لانه اكيد خطه الرب هي كانت اللي عم تحركنا بكل شيء. المجد للرب. طيب أنا يعني مرة تانية بقول شكرا لأهل الكنيسة دي، وأتمنى أن يكون في كنائس كثيرة بهذا القلب تعتني بالعابرين في الحالات دي واللاجئين عموما في الحالات دي. طيب خلونا نروح بقى ل يعني قصة خروجكم، عملتوا إيه عشان تقدروا تخرجوا؟ أخت أماني، أنا قدمت طلبات، قدمت أكثر من طلب لكل السفارات إنه يقدموا لي فيزا إنسانية أقدر أطلع فيها أنا وعيلتي. ما كان يمشي الحال، مع إنه أنا عم روح أقدم على يعني على السفارات وراجع سفارات، مع إنه أنا جوازي منتهي الصلاحية، مع انه يعني حق فيزا، اذا اجتني الفيزا انا ما معي كنت ادفع حقها. يعني كل الوقت اللي انا قعدته بتركيا قعدته بالمصاري اللي انا كنت مطلعها معي. يعني انا بالشغل ما توفقت كثير بالشغل هني، هون كانت خطة الرب انه يفتح لي باب انه تجيني موافقة البرازيل. اوكي ممتاز. فدخلت البرازيل قانوني. دخلنا البرازيل قانوني. اوكي. وصلنا للبرازيل، كان في عائلة هنيك ناطرتنا، قعدنا عندهم فترة، اي فهمنا الحياة كيف ماشية بالبرازيل، وعرفنا البرازيل كيف صعب الحياة فيها. كنا سمعانين عن جزيرة اسمها غويانا الفرنسية، ايوه هاي جزيرة قريبة على البرازيل، بس هي بقلب، يعني اللي بده يصلها بعيد كتير لأنه بده يقطع غابات الأمازون. ايوه انتوا بعتوا لي فيديو بقى، انتوا قررتوا انكم تعملوا كده فعلا واخدتوا رحلة. قررنا انه نعمل هيك. قعدنا صلينا، قلنا حكينا بين بعضنا، قلنا ربنا اللي خلصني من ادلب وخلصني من اللي صار معي بكل المكان انا وصلت له، ما رح يتخلى عنا اليوم. اخذنا قرار انه نكفي على هي المدينة اللي هي غويانا الفرنسية. اي ممتاز. طيب وانا شايفه انه اهو الفيديو اللي انتوا صورتوه من قلب العربيه. الرحله دي يعني بصراحه العربيه طالعه نازله طول الوقت، واضح انكم في وسط غابات وحاجات يمكن عمركم ما شفتوها، يمكن تكون مخيفه كانت بالنسبه لكم. اخدتوا قد ايه وقت في الرحله دي وانتوا والبنات الثلاثه والبنت لسه صغيره كانت البيبي؟ أخت أماني، كان الطريق بده شي 22 ساعة بوسط الغابات، ايوه وغابات الحقيقة الأمازون ما بدها مين يعرف عنها. يعني الغابات بحياة عمرنا ما شفناها، يعني رايحين وين رايحين ما بنعرف شيء. نحن سلمنا حالنا للرب وقلنا له أنت قودنا. امين. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما قطعنا هي الغابة بعد شي 22 ساعة كنا كثير تعبانين. ايوه هون بيبقى آخر نقطة، هي في نهر بدنا نقطعه، نهر أيوبوك بيسموه. ايوه هذا النهر مجرد ما قطعناه الجنب الثاني هو غويانا. احنا عندنا فيديو تاني ليكم وانتوا في النهر، خلينا نشوف الفيديو ده.
انا الحقيقه الفيديو ده فاجئني قوي، وعايز اسالكم انتوا الاثنين عن الحكايه دي قبل ما ندخل في مكان وصولكم. انا لما شفت الفيديو ده وشفت الصور بتاعتكم وانتوا بتتنقلوا من طياره لطياره واتوبيس لاتوبيس، قلت اكيد كان معاهم فلوس تخليهم يعني يبقوا واخدين مركب خاص. احنا بنشوف المراكب اللي بيدخلوا فيها اللاجئين او الناس اللي بتهرب مليانة، زي المركب اللي احنا حاطينها على الإعلان بتاعكم، يعني الناس بتبقى راكبة فوق بعضها. فهل ده حقيقي؟ هل انتوا كان عندكم ماديات مثلا تسمح لكم انكم تعملوا كده؟ أخت أماني، نحن يعني ماديات ما كان معنا، بس هو هذا الطريق كان ما حدا بيروح له، بعيد بعيد كتير ما حدا بيروح له. يعني اليوم المركب اللي نقلنا النهر هذا مركب بالصدفة اللي يشوف له لاجئ، غير اللي كانوا يروحوا بالبحر من اليونان، هدوم كانوا يطلعوا ببلم، يطلعوا كتار فوق بعضهم، اما هذا الطريق يعني بجوز بالشهر ليمرق له حدا منه يعني. ايوه، لكن بقى اكرام هيك المركب ما كان مكلف كثير. لا، لكن انتوا كنتوا بتقولوا انه يعني في كل خطوة ربنا كان بيبعت لكم الاحتياج على قد الخطوة اللي انتوا هتاخدوها، اذا كانت طيارة او اتوبيس او المركب. كان عندكم يعني، انا شايفة انه دي جراءة كبيرة انكم انتوا بالثلاث بنات الصغيرين تاخدوا خطوة زي كده وتطلعوا على الطريق علشان خاطر تبنوا حياة جديدة في مكان جديد، فيها جراءة كبيرة. ايه اللي كان خليكم متشجعين انكم تعملوا كده؟ هل كنتوا شاعرين انه دي دعوة من الله ليكم مثلا بصورة خاصة؟ هسمع منكم أختي انتوا أماني، الاثنين، اتفضلي يا غزلان. أختي أماني، إحنا لما كنا في تركيا ووصلنا لمرحلة، يعني زوجي نورس عم بيحكي لك بس ما عم يحكي لك بالتفاصيل لأنه الحكاية طويلة. أيوة. مرينا في أوقات صعبة، يعني لدرجة إنه ما عاد عندنا بيت هنيك، ما عاد عندنا عفش، ما عاد عندنا شيء. فاضطرينا نسكن عند أخ من الكنيسة، وأنا كثير بتشكر، وهو أخ وغالي. نشكر الرب. يعني قعدنا عنده لفترة شهرين بعدين سافرنا، وما عدنا ولا ليرة، وهو كان بيصبرنا وبيقلنا لا تقلقوا والرب هو بيدبرها. احنا حماية كنا الله. بنقول أمين، نعم. يعني كنا بنقوله احنا شو بدنا ندبر هالمصاري. أيوه. بس عن جد اختي أماني، يعني الرب كان واقف معانا بكل خطوة، بواب انفتحت لدرجة انه اشترينا غراض لناخدها، اشترينا ثياب، عم ناكل عم نشرب. يعني الحياة كثير حلوة، من وين عم يجي هالمصاري؟ الرب هو اللي عم يفتح بوابه، زي ما ما في بيقول غيره. الكتاب عظم الرب العمل معنا، فانتوا كنتوا شاعرين بده. هل في لحظات التعب والقلق والكلام ده كنتوا شعرتوا مثلا انه يعني احنا لو ما كناش اخترنا طريق المسيح يمكن كانت حياتنا بقى افضل؟ هل شعرتوا لا بالندم؟ لا لا، بالعكس، بالعكس احنا كثير مبسوطين. كنا مبسوطين لانه كنا عم نشوف حرب، خطة عم نشوف خطة الرب فينا، عم نشوف محبة الرب لأولاده. المجد للرب. هي بقية الآية عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين، فأنا شايفة ده فيكم. طيب، المرحلة الأخيرة دي عايزين نقولها سريعا، لأنه يعني عايزاكم يبقى عندكم وقت تدوا رسالة للإخوة. أنتوا وصلتوا على الشط الجزيرة دي وبتقولوا لي أنكم ما كنتش عارفين هتعملوا إيه بعد كده، فروحتوا نمتوا، يعني لقيتوا بيت، لقيتوا إيه بقى اللي لقيتوه؟ أماني، نحن لما وصلنا على هي الجزيرة، أول شغلة عملناها رحنا على مخفر. أقرب مخفر، سلمنا حالنا وقدمنا لجوءنا. اوكي، وبعدين حبسوكوا ولا سابوكوا تطلعوا؟ وهن كتر خير الله، يعني كمان الرب كان واقف معنا بهي اللي صار معنا، إنه هن حطونا ببيت. ما كانوا بشر بتخوف، ما كانوا عم يعاملونا بطريقة ما حلوة.
بالعكس حطونا بيت لنقلونا بعدين على العاصمة يعني. نشكر الرب. ودلوقتي وضعكم مستقر وأحوالكم القانونية مستقرة؟ نحن هلأ ورقنا كتر خير الله ماشي، بس هلأ كورونا كورونا. ربنا يبعدها عن كل البشر، أمين، هي ربنا اللي ينجيك. أخذتنا قريب أمور الأوراق، بس الأوراق كله تمام. ونحن هون لقينا كنيسة، مع إنه نحن ما لغتنا مانا كتير منيحة، بس كلمة الرب ما بتحتاج لغات يعني. كلموني عن الكنيسة بتاعتكو دلوقتي شوي. الكنيسة تبعنا هون فرنسيين هنين، ما في عرب اي غيري أنا ونورس، اي فبنتفاهم معاهم على المترجم طبعا، وإحنا بناخذ الكتاب المقدس تبعنا بالعربي. اي بس نشوفوا مثلا كورنثوس أو تثنية أو شيء آية حاطينها هني رقم، فإحنا بنفتح بالعربي وبنقرأ معهم هني بالفرنسي وإحنا بالعربي طب والوعظة بقى، نحضر. طب يعني الوعظة في ترجمة ولا بتخمنوا الكلام؟ لا 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 ما ما في، فيها ترجمة، بس إنه عم نحاول إنه نفهم، عم نتعلم. حلو وأنا حلو شوية بعرف كم كلمة فرنسي، يا فبنحاول انه نفهم معهم، وبيجوا عندنا على البيت كمان صاروا حلو. يزوروا بنصلي فينا. انا عايزة اقول حاجة في الحتة دي، انه عارفين مهمة جدا الشركة مع المؤمنين، حتى لو احنا مش فاهمين بعض، لكن انت تصلي بلغتك وانا اصلي بلغتي، ونرفع بعضنا البعض ونعلم بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض، هو ده تعويض الرب بالعيلة. كمان كلمة الرب لا يمكن ترجع فارغة، ويعني أنا سعيدة بإصراركم إنكم تتعلموا وتنموا وتعلموا أولادكم، وإنه الشركة مع جسد الرب مهمة جدا. يعني حقيقي أنا سعيدة بقراركم إنكم تحضروا حتى لو أنتم مش فاهمين دي، والرب يديكم مجتمع وكنيسة هناك. هل في عرب حواليكم؟ في شوية هون سوريين مغاربة، في كمان سوريين مسيحيين هون، في مسلمين، وفي من كل طوائف يعني. لا في عرب بس إنه قليل طيب مو كتير. رؤيتكم ايه للمرحلة اللي جاية؟ احنا النهاردة كعابرين، الله بياخدنا من مرحلة لمرحلة، ومن يعني نمو لنمو، حتى لو كان في مصاعب ومشاكل وحاجات كتير بنمر بيها في الوقت ده. قوليلي انتوا الاتنين، قولولي رؤيتكم ايه للي ربنا دعيكم ليه بعد كده؟ أختي أماني، إحنا هلا بالوقت الحالي لو ما الكورونا كان كل شيء ماشي طبيعي. هلا حتى الكنائس مسكرة، هن بيجوا لعندنا يا إحنا بنروح لعنده. نعم يعني بس يطلعوا لنا الأوراق تبعنا. زوجي بيشتغل هنيك بأي مكان هون بالجزيرة، لأنه أولادي أنا تعلقوا بهالجزيرة كثير، كمان حبوها هون يا كثير، حبوها هون أولادي الجزيرة، وعم يدرسوا بالمدرسة، فاتوا على المدرسة نشكر الله ان يعني ربنا عوضكم واداكم يعني حياة جديدة ومكان جديد. لكن انتوا قلبكم ايه للي عايزين تعيشوا مع ربنا، للخدمة؟ ايه اللي بتفكروا فيه للمرحلة اللي جاية؟ اتفضل يا نورس. نحن أخت أماني، نحن مبسوطين كتير إنه نحن وصلنا لمكان بنقدر نعلم أولادنا، بنقدر نعلمهم كلمة الرب أكثر، بنقدر نكون نعيش اللي نحن بدنا نعيشه، ما حدا يمنعنا نعيش طقوسنا، نربي أولادنا على النور. أمين أمين. المرة اللي فاتت يا غزلان أنت اديتي رسالة لبنتك، و يعني وإحنا صلينا من أجلها، وأنا بصلي إن ربنا يكمل ويجمعكم ببعض. المرة دي أنا نفسي إنكم تدوا رسائل للأهل. يعني نورس أنت تحب تقول إيه لأهلك دول
او عموما اهلك عموما والناس اللي انت تربيت معاهم وعشت معاهم حتى اللي اضطهدوك. يعني أنا صلي للكل إنه ربنا يكون يفتح لهم عيونهم، يشيل هالشر من داخلتهم. بصلي لماما كتير إنه ربنا يكون معها، ربنا يخلصها من الظلمة اللي هي فيها للنور، مثل ما خلصني وخلص عيلتي. يعني من نحنا من نطلب من كل العالم، نصلي لكل العالم انهم يكونوا بخير ويكونوا هن يعرفوا النور وين. يا رب. بتتواصل مع والدتك؟ يعني من وقت لوقت بتواصل معها، بس يعني ايام يا بتلاقيها معصبه كثير ما بدها تحكي معي، ايام بتلاقيها بتحاكيني كم كلمه. يا طبعا مفهوم، لكن بالصوم والصلاة الله يغير كل الأمور دي. لو عندكم رسالة تقولوها للاجئين والمهجرين والناس اللي تعبانين على الطريق دلوقتي، يعني الأداة اللي ربنا استخدمها في حياتكم هي الإيمان، هو المسيح نفسه، هو اللي كان ماشي معاكم على الطريق واللي ما سابكمش واللي رفعكم وشالكم. لو عندكم رسالة من القلب تقولوها للاجئين تقولوا ايه؟ اختي اماني، انا اول شيء بدي اقول رساله لاهلي، انه انا من قبل ما اعرف المسيح كنت انا بحقد عليهم وما بحبهم، كل شيء صفات الحقد كانت فيه. بس انا لما عرفت المسيح انا بحبكم كثير واشتقت لكم كثير، ويعني بتمنى انه تعرفوا طريق الرب وتقدروا كل هذا. يعني اختي اماني، يعني انا بحبهم كثير وكنت اعرف الحب، يعني وانا ماني زعلانه منهم بنوب شو ما عملوا. امين امين. وبتمنى من كل اخواتنا المسلمين وكل اللاجئين لانه عم يتعذبوا كثير يعرفوا يدوروا على المسيح، يعرفوا شو هو، واكيد هو كل خطوه راح يكون معهم، لانه انا صرت احس فيه انه معي، معي ما بيتركني بالمره. امين. يعني بتمنى مش كل يدور في يوتيوب، هلا كل شيء متاح، يعني كل شيء، يعني دوروا باليوتيوب في برامج حلوه، في بالجوجل، في كل شيء، يعرفوا ويقروا ويقارنوا ويشوفوا انه المسيح لما اجى شو قال وشو علم، والمحمد الاسلام شو علم. انا كنت بعرف من صغري انه العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. اي انا هلا صرت اعرف اللي يضربني على خدي اليمين بعطيه الشمال وبسامح كل العالم. هو اجى المسيح كل شيء تسامح، قالوا كل شيء تسامح ما في. اذا عم يقولوا انا بالتعليقات اختي اماني بلاقي شويه مثلا انه لا المسيح جاء قال بالسيف، لا روحوا وراجعوا التفسير تبعها. رجعوا شوفوا التفسير تبعها شو هو. لانه المسيح ما قال حملوا سيف، هذيك مشاننا، مشان انه احنا نضطهد من امنا ومن حماتنا. هو بيعرف انه حيجي يوم وراح احنا يفكروا العالم الثانيه انه راح يذبحونا مشان يطلعوا لعند الرب فوق تبعهم، تبع الاسلام طبعا. بقدمة لربهم. يعني انت شفتي الفرق في محبة المسيح اللي شالتك وخلتك تكوني انسانة متسامحة وتقدري تغفري لأهلك وتفضلي تحبيهم زي ما يعني زي ما ربنا وضع المحبة فيكي. لو يعني هل تفتكروا انكم لو كنتم من غير المسيح في حياتكم كنتوا هتقدروا على الرحلة دي بالشكل ده لوحدكم؟ لا ما بنتخيل، لانه كان في خوف وما كان في رب توثقي فيه، ما كنت بوثق فيه انا. نعم. اوكي. انا سعيده بشهادتكم للرب النهارده، انتوا الاثنين
طالعين على قناة الحياة علشان تقولوا إنه إحنا بنشهد للرب للعمل اللي عمله في حياتنا وعظم العمل معانا وأنقذنا وأعطانا حياة لأنه بارككم ولأنه أحبكم. يعني الحقيقة الأمور اللي أنتوا مريتوا بيها والألام اللي أنتوا مريتوا بيها وأنتوا بتقولوا أنا ببكي معاكم، لكن في نفس الوقت أنتوا عندكم الكثير اللي تقولوه عن محبة الله وشفاء الله. ودي الرسالة الحقيقية النهاردة، إنه يعني العالم كله سواد وألم ويعني آلام كثيرة واضطهادات كثيرة، لكن المسيح وحده هو الشافي لهذه الآلام، هو اللي يقدر يشيلك في وسط هذا الألم ويخليك تشعر بسلام داخلي عميق وفرح وانت مضطهد، مش كده؟ لكن لا يمكن تجد ده بعيد عن المسيح. احنا الثلاثة هو قدامكم كنا مسلمين، كل واحد مننا عنده قصة يقولها عن الاضطهاد والألم وكده، لكن عندنا الرسالة الأهم انه لنا الحياة هي المسيح، لانه الربح الحقيقي هو المسيح، الفرح الحقيقي هو المسيح، والغنى الحقيقي هو المسيح. نحن لم نترك أهلنا أو بيوتنا أو مرينا بكل اللي مرينا بيه ده علشان خاطر لا فلوس ولا مادة ولا أشخاص ولا أي حاجة، إلا إنه من أجل اسم المسيح ليتمجد اسمه في حياة كل منا. فدي رسالة مهمة كل واحد مننا النهاردة يفكر فيها. الله عنده ليك حياة وعنده ليك شفاء، تحب تعيش مع الحياة دي أو تحب دايما تعيش بالدراع وعايش في ألامك الخاصة ومشاكلك الخاصة بلا معونة؟ المعونة الحقيقية في المسيح. نورس وغزلان، أنا عايز أشكركم كتير جدا إخواتي وحبايبي، بشكركم على أنكم كنتوا معانا النهاردة والأسبوع اللي فات وشاركتم باختباراتكم. كمان عايز أقول لكم حاجة ليكم ولكل اللاجئين ولكل اللي عايشين في الدول الغربية ولسه ما بيعرفوش اللغة. نورس وغزلان الاتنين بيتابعوا قناة الحياة على الفيسبوك وعلى التلفزيون، كثير من البرامج التلمذة والإعداد الموجودة ليكم دي أيضا كنيستكم العربية، فما تسيبوهاش. ربنا يبارككم نورس وغزلان، وبشكركم على وجودكم معانا. طيب يمكن هو الخط وقع معاهم. طيب إلى اللقاء، وأنا بشكركم جدا أعزائي، شكرا لكم نورس وغزلان مرة تانية، شكرا لكم أحبائنا المشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج المرأة المسلمة في الأسبوع القادم.